بالخير، نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقع الصباحيه دائما اهلا بكم في هذه النافذه الصباحيه. متابعينا الكرام، ربما نتحدث اليوم عن طاقات مختلفه جمله وتفصيلا عن امس. طبعا يمكن اليوم التوليفة بها نوع من التفاؤل، أو قد يكون برج الميزان هو اليوم من يصنع المشهد أو يرسم الخارطة الفلكية. خلصت الطاقات الصعبة، وربما كان الميزان يعاني بصراحة ليش من بعض المواجهات. وخليني أخبرك يا ميزان، كل المشاكل اللي عانيتها أو العداوات أو ربما شفت وجوه كانت من أصحاب، يعني هم كانوا أصحاب انقلبوا فجأة إلى ألداد، أو ممكن يكونون إلى ملاحظين لاسعين بالحديث وبالنقد إليك، وهذا كله بفعل منه؟ يعني مو الذنب ذنوبهم، لا، ممكن يكونون يكون هو طبعهم هذا، لكن بينت درجات ما نسميها العداء، التصعيد في الموقف من قبلهم باتجاهك بفعل ذلك هو المريخ اللي ساكن في برج العقرب في البيت الثاني إليك، وهذا ما يفرض عليك شروط في العمل، أو يقول لك انتبه ما تأخذ أي قرار، انتبه ما تروح لأي حدث، انتبه ما تعمل أي حركة مو محسوبة، ممكن أنه ترجع سايد افكت عليك. وهذا الموضوع كله بفعل المريخ اللي أنا أعتبر وأسميه المعلم الصارم، إن حل في محلة أدبها على الآخر أو أعطاها شيء كثير. ربما يغفر للعقرب، أو ربما أنجد العقرب كأنه العقرب كان يغرق، لكن لولا هذا الغواص العميق اللي انتشل العقرب إلى سطح الأمان وخلاه على الضفة الثانية، لكن بنفس الموضوع لا أتفرغ لك، صار بالبيت الثاني، أي عليك الانتباه إلى نوع الصداقات، إلى نوع الشراكات بصورة عامة. هو موضوع الشراكات، يا شوف طبعا هنا الطاقات يعني تتفسر أو ربما تقرأ حسب التاريخ الميلادي، الطالع القمري والشمسي، وأيضا خارطة الولادة، الاسم واسم الأم. هذه كل المسائل بصراحة لها تأثيرات جدا إيجابية متابعينا، يعني أنا أوصفها بصراحة بتوصيف جدا بسيط، أشبه بصندوق مليان حساسات، كل حساس إلى فد نغمة أو تناغم معين مع حركة الفلك، ممكن أنه يعمل لك هذه طبعا أسميها التأثيرات. لكن حكما وقولا واحدا، خلاص اليوم أنت بلشت أمورك على خير ما يرام. القمر ينتقل في مولود الميزان، راح تكون الحظوظ اليوم لمولود الميزان ثم للجوزاء ثم الدلو. توليفة غريبة عجيبة متابعينا الكرام. ما ننسى أيضا أنه لسه بعد باكر، بعد بكرة راح انتقل الزهرة إلى العقرب، هنا إن خارطة وإن حديث مختلف أيضا. لكن بالعموم اليوم خليني أقول أنه ما تقلق يا مولود الميزان، حساسيتك كلش مرتفعة وتتعامل مع الأمور ربما ليش إحنا نقول الميزان صعب التعامل معاكم، هم مو لانه ناس صعبين ابدا، لانهم ياخذون الشيء بالعداله، ولانهم يعطون حق كل ذي حق حقه، فلذلك هم ينظرون بعين طبعهم العداله. تمام، لما يجي اي شخص كان ولو كان اخوه عمل معاه اي تصرف يشوفه مو بحقه او يعتقد انه هو هذا تقصير بحقه، ممكن انه يكون اكو تصعيد. فلذلك يا مولود الميزان ربما كانت حساسيتك جدا مرتفعة بفعل المريخ اللي ساكن في بيتك الثاني، أي بيت العلاقات، بيت الشراكات، بيت يعني احنا نعتبره حتى بيت العمل. تمام، فما تقلق عطارد أيضا هو بتقدم، فأمورك طيبة، فقط خفف لي حساسيتك. ينتقل احنا راح يقول شو وقت متى ممكن أنه الميزان يخلص من هذه الطاقات اللي اليوم احنا نتحدث عنها. طبعا حكما هو ينتقل المريخ في برج القوس لسه بعد فترة، ما عندي محددات لحتى احكي عنها. ساعتها ممكن الميزان انه يصلح حال العلاقات الاجتماعيه والشركاء وحتى الامور الماديه. يلا نروح الى اتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا الكرام. طبعا الميزان انتبه لنفقاتك، لانه الزهره حاكم بيتك راح تنتقل وين؟ في العقرب، مقترنه مع المريخ، هنا شو يسوي لك؟ صرف زايد، يعني امسك جيبك. يلا الى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معنا اول اتصال هاتفي. الو، صباح العافيه، يسعد لي هالصباح. الله يخليك، الله يخليك حبيبتي الغالية. منو معانا؟ معك انتصار من بغداد. انتصار، أول مرة تتصلين انتصار؟ لا مستمرة، حياك الله نصورة، مية هلا. يلا نصورة تفضلي. مواليد 23/8. طيب من هو 23/8؟
23/8/1973. طيب انت 23/8، طبعا احنا يعني متفقين انه هو برج العذراء راح تكونين. نعم. ثمانية قلتي ولا ثلاثة؟ لا 23/8. أيضا عطارد حاكم بيتك، طبع اشترابي. طيب انتصار؟ عن الصحة، صحتي كلش تعبانة صار لها فترة، و يعني حتى حظ ما عندي. حظ ما عندك وصحتك تعبانة. جدا وارد هذا الموضوع، يعني هسه أنا يمكن لو ما كنت قايلة هذا الموضوع مباشرة راح اتحدث لك على انه ممكن انه تواجهين هذا الموضوع. انت صار بنت منو؟ بنت زهرة. زهرة. يلا الصورة. تاريخ ميلادك ايش قد حبيبتي؟ 23/8. اي يعني اي مواليد؟ 73. يلا. لولا طاقة او كودك الرقمي، خليني اسميه، او الخارطة الفلكية اللي تدل على هنالك أرقام جدا إيجابية في تاريخ ميلادك لكنتي من الهالكين. اسم الله يا ربي يا حافظ. ليش؟ لأنه أي رقم سلبي بالفرد مع الطاقات اللي عندك أنت حسب الخارطة اليوم ممكن نعم. أنه يؤذيك أكثر. تمام؟ نعم. فوق المتوسط من الطول أنت؟ أي نعم. تمام؟ يعني ما نقول نحيفة لكن حلوة العود. اي نعم. تمام. اسمعيني هسه، الفراغات او الشعر الخفيف جدا وارد في منطقه الوسط للشعر. اي صحيح. تمام. صحيح. اسال سؤال لكن تجاوبيني بصراحه. نعم. رسائل نسائيه باديه معك يعني بال اي في امور اي واضحه هذه واضحه هذه المواضيع طبعا. اي وهذا كله طبعا هو العوارض يعني جدا واضحه معك. جدا واضحه هذا العارض اللي قاعد نشوفه اليوم جدا واضح وياك. اسوى ان احنا الهبطات او الجفله او او خلينا نسميها المفاجات، هي هاي بحد ذاتها ممكن انه يعني اكو دراسه ربما تخلص الى انه فجأة الهبطه المباشره والصوت العالي او انه انت تفزين بسرعه، يعني الى مردودات يعني مثل الردات الكهربائيه اللي ممكن انه تغير بهواي مسائل من الجسم. نعم. بالعموم هو كل هذا الموضوع طبعا نتيجه هبطه او جفله او شيء كبير، يعني نتاج ما انت به من شيء يعني خوفك او فايت بحدث هذا الموضوع. صحيح. اسال على او شيء من اولادك، قلق على شخص من اولادك، احد من اولادك، تنتبهين على واحد من اولادك، كلش واضح هذا الموضوع. اي عندي هذا الصغير ابني امير. تمام؟ تمام صحيح. طيب هسه احنا شو نريد من عندك حبيبتي؟ نعم نعم. عيوني ستنا الصوره. أول موضوع يمكن هاي الكلام اللي أنا أقوله بعض يعني الأشخاص يمكن ما يعني يأخذوا لأي معيار، بس أنت تفهمين كل زين شو راح تسوين. اللي واضح معاك هذه يعني مسائل تكيسات، مسائل نسائية، أشياء كلش واضح هذا الموضوع، وهذا هو بحد ذاته اللي عامل لك تعب جدا شديد من منتصف الظهر، يعني الحوض تبعك جدا تعبانه منه. صحيح. تمام. فحبيبتي كف مريم تغلينه، وبعد مره ثانيه يعني تاخذين اسبوع كف مريم، يعني ملعقه شاي على كوب ماء، هذا راح يصلح لك هوايه مسائل، لانه العوارض هذه اذا انتهت تنهي هوايه قضايا. من بعدها ممكن تاخذين ماده الكركم، يعني خدريه مع السكنجبيل، يكون مساء هاي اسبوع هذا واسبوع هذا. شوفي. نعم. شوفي المسائل والامور شلون راح تصلح امورك وحالك. ما اعرف هسه اللي واضح اليوم خصوصا العشرين اللي انت بيها هو في طريق سفر او قد يكون تغيير، والتغيير جدا واضح طبعا. شو وقت هذا الموضوع متابعين الكرام؟ لانه الشمس قريبا راح تنتقل وين؟ في مولود الجدي. هي اليوم وين؟ في القوس. لما تنتقل راح يكون عندك تغيير غير اعتيادي يا حبيبتي. هو واضح جدا انه العذراء يا إما سيدات من هذا البرج يكونون يعني حوامل بذكور متعبتهم، أو الحمل يكون صعب وعدهم، ممكن يكون المولود هو ذكر، أو ممكن يكون واحد من أولادها أيضا تعاني وشايلة همه وتعبانة. والمسائل يمكن إحنا قرأناها طبعا كل واحد كل شخص حسب خارطة الفلكية وحسب الطوالع اللي هو به، فما نقيس كل الطاقات. بالعموم يصلح حال العذراء من بعد ما تنتقل الشمس قريبا إلى مولود الجدي، لأنها الآن هي في مولود القوس، عندها هواي مسائل للعذراء ممكن أنه تكون. يلا إلى ألو آخر. ألو
الو هلا صباح. مرحبا. حبيبتي الغالية يسعد لي هالصباح. بدي اروح لك اليوم، انا اسعد انسانة لان بقوة حصلت لك. الله الله والله نحن اللي سعيدين يا عمري انت حبيبتي والله. انا ويانا والله مشتاقة لك. عيوني الغالية. حبيبتي. انا اسمي فاطمة. فاطمة من وين؟ الناصرية. فاطمة، فاطمة من الناصرية؟ اي مواليدي 2022 8 ضلت العذراء. 2002 يوم شنو اليوم اليوم؟ اليوم متفقين احنا على العذراء. تميز قبل شهرين اتصلت بيش. طيب. وقلتي راح هذا وجهي كله حقت لك، قلت راح اسوي لك علاج. طيب. فاليوم يلا حصلتك. زين، حبوب؟ اي وجهي كله حب. طيب. وقلت راح انطيك علاج، اتصلي بي مره ثانيه وما قدرت احصلك، تو طيب. يلا حصلتك. يلا. وعن النصيب في دورة اللي تتميز اسال. النصيب. انت مواليد 2002؟ اي مواليد 2002 26/8 وام اسمها صالحة. فاطمة بنت صالحة. صالحة. طبعا مسائل النصيب جدا قريب. اي. جدا قريبة مسائل النصيب. وهذا الموضوع بالنسبة لي طبعا العذراء قبل قليل يمكن كانت السيدة موجودة وحكينا عن هذا الموضوع. يعني حسب الطاقات اللي ممكن انه تواجه مولود العذراء او نساء العذراء. خلينا نحكي هسه احنا حسب الخارطه، انت مواليد 2002، هو انه تاريخ ميلادك عامل كان مسار، خلوه مسار. فلما يكون بهذه الطريقه من الطرح هو اللي كان ما ياخذ الطاقات اللي كانت ممكن انه تمر بيك. تمام؟ ايه. معايا فطوم؟ اي معك باعي فطومه. طبعا القمر او الشمس بحد ذاتها قريبا راح تنتقل الى مولود الجدي، بس تنتقل لهذه المنزله قريبا ما بقى شيء، راح تبقى شهر في بيتك. يظهر رقم 5 وطاقه 5. طيب طاقه 5 ايضا هي طاقه حظ، همينا نعتبرها من الطاقه اللي جدا ممتازه. وهذا الموضوع بحد ذاته ممكن انه الخمسه هنا ان سالتي عن النصيب فقد تكون دبله، قد يكون خاتم، تكون خاتم الخطوبة أو زفاف. ما يستدعي أروح لك يعني شو وقت؟ قريبة جدا قريبة. يلا بس نشوف الشمس، ما بقى لها تقريبا أقل الأسبوع أنه تنزل في مولود الجدي. زين تدرين إذا نزلت في مولود الجدي شنو راح يصير؟ إيه؟ باي يتغير الخارطة الفلكية بالنسبة للعذراء قولا واحدا طبعا مع الجدي. ليش؟ لأنه بلوتو اللي قلب مفاهيم العالم، أنا أسميه حتى مفاهيم العالم، بهواية خلافات أصبحت الأشياء تسمى على غير مسمياتها. هو نفسه راح يقترن أو تقترن الشمس مع هذا الكوكب المهم. واللالة تضعين إيدك على الورق يكون مال، تضعين إيدك على الحديد يقلب ذهب. يعني يفترض الناس تعمل بحظكم ونصيبكم أنتم بهذه الفترات، وراح يبقى شهر. وإحنا قلنا لك رقم 5 رقم حظ، الله أعلم هذه الطاقة يعني قد تكون هي بعد شهر شهرين. لا لا ما يعني هو إحنا أسبوع إن شاء الله وتبدي إنه تنزل الشمس في بيت يعني الجدي. دا أقول لك طاقة 5 الدبلة ولا الحلقة ولا شو هذه؟ يعني أمور جدا طيبة يعني. وهذا المولود قد يكون فوق المتوسط أشقر الوجه أو أحمر الشعر. ليش؟ يعني تتميز فدوى اروح لك، ما تعطينا علاج من النصيب يعني كل ما يجوني او يرفضون او بعد ما يجون. الزلزله والواقعه وياسين هذولي ما لنا علاقه، يعني جل احترامنا وعلى الراس الايات القرانيه والدين و تتميز خل نفصل يعني خل نفصل الدين والقران الشريف اللي هو شريعتنا وديننا، لكن في هذه الاسماء ارقام مهمه، في هذه الاسماء وهذه الحروف نحن متفقين كل حرف الى رقم، وهذه يعني الارقام حصرا تنفعك الك. اطراهن؟ يعني انا اقول ان سمعتيهم يكون اجود. يعني خليهم أوكي. يرددون في البيت، ولا مانع يعني من انا شنو اقول؟ اقول سوره الحج للرزق وللاشخاص اللي يبحثون عن طبعا الرزق بصوره عامه، ثم اللي تبحث عن المولود يعني نرفق معاها اسماء او يعني اشياء ثانيه، ثم تكون ايضا للبنات اللي متعطلات او ربما طاقاتهم كانت شويه ضعيفه. سميت يعني شو وقت يعني اغراهن يوم الاحد الاثنين شو وقت؟ والله متاح لك، متاح تقرايهم كل ما اكثرتي منهم مع سوره الحج اكتبيها، قد تكون معك تحمليها. وسوره الحج ايضا لا مانع من انه تكتبين اسماء القمر. قمنا نثقف عن اسماء القمر، القمر الى اسماء دلع
شوفوها بالسيرش شو اسم اسماء القمر الاخرى راح تلقوها اكتبيها. فدوى روح لك وجهي يعني كله حد ما خذيت طبيب ما رحت قلت راح انطيك علاج. يلا اسمعي اول موضوع شريد منك تروحين تعملي لي تحليل للامعاء. تمام؟ هذا الموضوع اللي دي يأثر على منطقه الوجه والركبه والظهر واحيانا منطقه الايدين يعني اعلى الكتف اعلى الايدين. يعني ستميس قلتي لي وعملت تحليل وطلع ايش؟ طلع؟ طلعي معاي بكتيريا بالامعاء. كلامي صحيح؟ اي صحيح ستمي. هسه شو تقولين للمتابعين عن توقعي عن كلامي وتشخيصي؟ والله اقول انه يصدقونك وكلامك مليون بالمية. يلا اخذي يعني الوصفة. كلها صحيح. اخذي الوصفة ما اطول الموضوع هيك، اسمعي حبيبتي. طالما هي بكتيريا بالامعاء، هذه البكتيريا ايش راح تعمل؟ راح تعمل التهابات خصوصا في منطقة الوجه والكتفين والظهر والصدر. هذا الموضوع اول هام انه تعالجين لانه انا اعطيتك العلاج يعني نفس الموضوع ما هو دتنبت اشياء ودتنبت بالوجه شنو راح تسوين تتخلصي لي اول موضوع من مسائل البكتيريا اللي في الامعاء معايا اوكي من تخلص البكتيريا اللي بالامعاء راح تجيبين انا اتمنى العسل الحقيقي عند يعني هذا هو حصرا لانه هذا بماده مطهره، لا ما نريد نروح لاي اشياء لان بشرتك جدا يعني بيبي فيس، نوع البشره المتهيجه الورديه احيانا يضربها الهواء او الشمس تصير حمراء الى ورديه ثم تقلب يعني سمراء، فهذا الموضوع شويه بي ايضا مسائل عموما. فبس نخلص من بكتيريا الامعاء، احفظ الكلام اللي قلت لك يا حبيبتي. بس تعالجين من بكتيريا الامعاء راح تجيبين مقدار من العسل الطبيعي الطبيعي الخالص الحقيقي تتأكدين لأنه هذا قدرة الله سبحانه وتعالى ونرجع للمصحف الشريف شوفوا الكلام اللي يعني حتى ما أذكر ما عندي وقت تمام هذا يصلح معقم يعني شفتوا هاي الهالات كلها اللي موجودة بالوجه والبثور يمكن والآثار راح تتركها قدرة الله سبحانه وتعالى على ترميم الجلد يعني يمسك الجلد ويغلق المسامات ويعالج البكتيريا اللي تحت الجلد ويقضي على الاثار بطريقه غير اعتياديه وانا بصراحه احيانا كنت يعني استخدم هذا الموضوع رغم انه بصراحه اكون صادقه معاكم هذه الفتره مدى استدل على العسل الحقيقي تمام فحاول انه يكون حقيقي ارقام الحظ شلون ارقام حظ يعني شنو 90 مره 9 90 مره 9 تمام يعني زينه طبعا زينه تسعة منو يحمل رقم التسعة يا معوده ست مي تقدر اروح لك يعني اسمي متوافق ويا اسم امي يعني احلى اسم احلى اسم شوفي ب 2024 من الاسماء اللي تحمل حرف الفاء والصاد والضاد هذول يكونون جدا محظوظين وانت راح تنتقل يعني منزله راح يتشكل منزله جدا ايجابيه بفعل الجدي اللي يعطيكم انتم العذراء الحظوظ تمام فما تقلقين امور جدا طيبه ست مي يعني هو هذا بعرف عن امه يعني كلش مريضه لا هنا هنا لا حاعتذر منك يا فاطمه ممكن انه تعاودين الاتصال تدرين ليش فطومه يا قلبي؟ لانه بصراحه كثير اتصالات وراح يزعلون علينا تقبلين فاطمه يزعلون علينا؟ شكرا لك حبيبتي فطومه ما تزعلين العداله بالوقت يلا العداله بالوقت يلا يلا الى الو اخر الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك ست ميس حياتي؟ عزيزتي الغالية يسعد لي هالمساء. بسألك أسئلك عن زينة بنت حاء. طيب منو معانا أولا؟ نور من الموصل. نور أول مرة تتصلين نور؟ لا أنا صديقتي البرنامج. يلا حي الله الموصل وأهلها مية هلا. شكرا حبيبتي. طيب. بسألك أسألك عن أختي زينة بنت حاء. زينة؟ بنت حاء. طيب مواليد 2005 7/7 ساعة الولادة 12 الظهر ممتاز عن الدراسة وعن الحظ بس أنا أفهم قضية الحظ شنو تقصدين توافق أو نصيب أو شو تقصد يعني خلينا نقول عن حياتها مثلا تنجح او ما تنجح من السادس علمي حاليا عم تدرس سادس علمي طيب هاي ملتزمه بدراسه ولا خارجي؟ لا لا ملتزمه بالدراسه زينة بنت حاء 2005 طيب والساعه 12 طبعا من اجمل ساعات الولاده انه يكون
على منتصف النهار أي اكتمال الشيء، يعني هنيئا له من كانت ساعة ولادته ساعة 12. لغة عربية تشوفون الفصحى يعني؟ لا ضابط المخارج. رقم ال 12 رقم طاقة اكتمال. أنا أحيانا لما يكون فراغ فلكي ممكن أنصح الأشخاص بأنه يعني يضيفون رقم 12 بطاقتهم اللي ممكن يكون عندهم بعض الملاحظات بها. لكن أنه أنت تنولد بساعة مثل هيك ساعة، هذا هو اكتمال الأشياء. هاي المولودة ما تتعب بحياتها يا عزيزتي، معايا؟ ولا وبعد اسمها زينة، يعني زينة مع طاقة 12 أي الولادة، تاريخ الميلاد 2005. الخمسة هي كلش حلوة. هذه السيدة أو هذه البنت ممكن تكون كثيرة الخطاب، يعني أي شخص ينظرها مباشرة تزوجيني تزوجيني، يعني راح يكونون تكون كثيرة الخطاب والطلب عليها. أما إذا تسألين عن موضوع النجاح، هذه إلى أن تتخرج ما يكون عندها ولا ساعة فشل، وإن تراجعت لكن ما تفشل أبدا بالدراسة أو الدوام أو العمل. لأنه يا حبايبي يا أخوان أنتم سامعين، في أشخاص هسا، في شخص يعيش كل عمره فقير، وفي شخص ينولد أساسا في فمه ملعقة ذهب. هذا شنو؟ ليش يعني الله ما يغير أقدارهم مثلا؟ لا، ساعة الولادة إلها حكم على الشخص، اسم الأم إلها حكم على الإنسان. الطاقة يا أخوان، نحن في كوكب، في طاقة، في شيء اسمه مغناطيس، تمام؟ أنا بس أناديك بشيء اسم الدل. أحيانا في تشوفون أشخاص هم نفس التوأم مثلا، هذا النادي باسم وهذا النادي باسم، تشوف هذا كلش حدي وشون تصرف، وشوف الآخر يعني كتكوت وشون وكذا، هذا كله بفعل الطاقات اللي أنا أبعثها إليك، ذبذبات. معايا حبيبتي؟ معي حياتي. تمام. فبعد نحن نحكي عن الذبذبات والطاقات والتردد، التردد اللي بدنا نتحدث عنه، فهذا كله ما شاء الله على هذه المولودة. وإن سألتيني على النجاح، فالنجاح حليفها إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. تتميز حياتي، بس إذا ما أكو يعني زحمة، بس أريد أسألك عن أختي شهد، يعني لا في زحمة. لا لا في زحمة، شكرا جزيلا لك حبيبتي. الآن صار لي أريد أردك والله، لا تزعلون مني حبايبي، الوقت صحيح. بالعدالة، بليز بليز بليز. فعلا صحيح. حبيبتي تقبلين يزعلون علينا؟ تقبلين؟ لا. تمام؟ يلا. شكرا لك، عاود الاتصال تاخذين هاي وهاي. شكرا، مع شكرا السلامة. شكرا لك حبيبتي. طيب يسلم راسك يا طيبة. إذا متابعينا الكرام، بعدنا نتحدث عن الطاقات والذبذبة أي التردد. في قدامى المصريين يمكن إذا شفتوا تاريخهم راح يشوفون القطة إلها دور كلش مهم في حضاراتهم. أكو ديناصور وأكو جمال وأكو أسد وأكو، ليش القطة تحديدا كانت هي آلهة عندهم؟ كانوا يعبدوها وكانت لهم فالشيء روحاني يمثل، وكانوا يربون القطط في المنازل عندها التردد هذا الشخير، شخير القطط، وما كانوا يؤمنون بالتردد أنه هذه القطط تشفي النساء. وشوفوها في المنازل الفخمة عند الملوك، تمام؟ أو بعدين النمور والفهود وهكذا. قدرة الله أنه فعلا حسب دراسات أنا تتبعت لهذا الموضوع، أنه التردد اللي تلتقى هذه القطة يفترض أنه ليش النساء تحديدا. هسه هاي يمكن طرفة، فقط الطرفة أنا طرحت لكم إياها، إن شاء الله خير. هذا هو التردد اللي نتحدث عنه. طيب يلا بعدنا تواصلني معكم، في اتصالات هاتفية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا هلا. شلونك؟ حبيبتي الغالية، يا مرحبا. أريد أعطيك مواليد الجدي والميزان. عفوا؟ الجدي والميزان. طيب. الجدي والميزان. الميزان 27/9. عفوا؟ 27/9. هسه احنا نحكي عن الجدي والميزان؟ اي توافق، والميزان عنده مشكلة. الو. اي حبيبتي معاك، شو عمري انت؟ الميزان عنده مشكلة، اريد اشوف تخلص يولا. طيب اعطيني تاريخ ميلاد الميزان. 27/9. اي يعني يا مواليد هو؟ من اي مواليد؟ 83. 83. اسمه واسم والدته؟ احمد بن زكية. زكية؟ اي. طيب يلا. وجدي 1/1/83. 83؟ اي 1/1/83. اثنينهم نفس التاريخ. اي. طيب الجدي شو اسمه؟ افراح بنت كاف. بنت؟ بنت كاف. بنت كاف. هاي انت؟ اي انا. طيب
يلا يا فروحة تعالي خلينا نسولف، خلينا نحكي أول موضوع عن الميزان. أي هو عن الميزان. تمام؟ اللي هو أحمد ابن زكية. أي. طبعا الخارطة الفلكية يفترض أنه رقم 3 هو يعني لا بأس به، لكن رقم 8 اللي هو أيضا طاقة، خلينا أسميها قد تكون هي طاقة مغلقة، طاقة زحل. احيانا تستخدم للمال واحيانا يعني ان اقترنت اقترانات معين. بالعموم هذا المولود اللي شوفوا هو ما نقول حكما، لكن اغلب مواليد الميزان الان متمشكلين او يعانون من مشكله، او ربما هذا الشخص مشكلته ماديه، طلب مطلوب، صحيح، طاقه احتيال عليه، وين راح ماله، منو اخذه وراح به، تمام. فهذا الموضوع جدا واضح، وهو الآن في مشكلة أشوفه يخلص من عدها، في موقف جدا محرج هذا المولود، رغم أنه عنده جوانب إيمانية ورحمانية لكن ما أدري ليش، يعني قد يكون لا مريض ما قد يكون. حبيبتي الميزان عنده طاقات، قد تكون مشاكل مادية، أو قد يكون هو الوضع اللي موجود المريخ في البيت الثاني من العقرب هو من سوى له هذا الإشكال. وما ننسى أيضا أنه في نفس البرج تحت من عنده زحل، اي هو قد يكون يتعرض مع الزاويه اللي حصلت، ممكن انه يتعرض لطاقه احتيال، او ممكن يحتالون عليه بطاقات مال. هذا هو الموضوع. تسالين هل هو ممكن انه ينتهي او تنتهي هذا يعني هذا الموضوع؟ تنتهي ان شاء الله. معايا افرح؟ افرح غادرتنا. طيب حتى نكمل عن مواليد الميزان، او ما ادري في راس نختم مع هذا المولود. مولود الميزان قريبا تنتقل طبعا الزهره ان شاء الله بعد بكره، تنتقل وين؟ راح تكون في مولود العقرب، حكما هنا مسائل الميزان تبدا بالتساوي، يعني مثل ما كانت الطاقه ونحن تحدثنا، يعني في ام عينكم شفتوا انتم اليوم الميزان، انا خب هاي المتصله مع يعني، فشفتوا انه احنا من حكينا فعلا طلعت طاقات احتيال ممكن تكون مال، تمام؟ اوكي. اذا طاقتنا هوائيه لنهايه المساء او 48 ساعه القادمه بلش الميزان تتحلحل اموره، لان هو القمر حكما في العقرب اليوم، عفوا في الميزان، والمريخ في البيت الثاني من عنده في العقرب، فتنتهي ان شاء الله جميع مسائلك، بس انت خفف لي حساسيتك يا ميزان. القاكم ان شاء الله وقراءه اخرى، الى اللقاء.